خمسة بربطة البنك يا جمح. عارف الفلوس لمين يا فهمي؟ وأنا من إمتى لا مؤاخذة بسألك يا حاج؟ أنا بقى المرة دي هقول لك يا ابني. دول شبكة أختك فريال. دول شبكة فريال؟ ومهرها كمان. إذا احتاجت نزودهم. مش فاهم يا حاج. يا ابني عمك عباس راجل على قد حاله وحظه مش قد كده. ابنه خاطب اختك من مده. أنا الاوان بقى ما دام هيتخرجوا. يعني انت هتديهم لعم عباس وهو يدفعهم لك كده وكده يعني مهر وشبكه فريال. عبيط يا واد. مش كده مش كده يا ابو سلامه. طب ازاي سكتي كتامي كده يا سي فهمي؟ اشرب القهوه ولو ان وشها فر مني. طب بس اهدي يا فوزيه وقعدي ووطي صوتك لحسن لو حد سمعك هتبقى مشكله. اهدي بقى امال وقعدي. بتقول اهدى؟ طب اهدى ازاي؟ بصراحه حكايه حقنا وحقهم دول ما خدتش بالي منها غير لما انت فهمتيني. طب يا اخويا مادام فهمت الله يرضى عليك قول لي نعمل ايه؟ بصراحه بقى فوزيه انا مش حاسس ان ابوكي حرمنا من اي حاجه. الزمن حرمنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبادة. مش وش نعمة. جميل. يبقى ابوكي ذنبه ايه؟ يمد ايده يعوضنا عن اللي فات. مدها يا فوزية يا حبيبتي وطالت اكتر من اللازم. انتوا اللي مش عاوزين. يا فهمي يا اخويا اخوك واختك هياخدوا شهادات كبيرة قوي هتعوضهم العمر كله. ويا حبيبي يوم ما هنيجي نتقاسم هيقاسمونا زينا زيهم. مش كده؟ كده خلاص اللي نقدر عليه ناخده في حياة أبوك. يا لهوي يا أولاد البيت أبوها هيجهزها من الإبرة للصاروخ. أيوة فوزية بس دي برضو أختنا. ما عطلكش يا حبيبي. لا إذا كنت أخوات اتحاسبوا. طب والله أنت أمرك غريبة فوزية. مش أنت اللي لسه قايلة من كام يوم لفريال بعطمة لسانك دي أنت ويوسف لازم أبوك يسكنكم في قصر ونعمل لكم فرح 7 ليالي. وأنا عندي قولي بس كله بحسابه. طب نحسبها إزاي؟ يتقيد وانت اللي تقيده يا فهمي عشان ساعة الحساب محدش يزعل. بس مش هنسيب حاجة. نكتب مصاريف الكلية والكتبات وكله. جرى ايه يا فهمي؟ انت مش جايلك عيل. ابنك بقى اولى ولا ابن يوسف ابن عباس؟ مش كده يا اخويا؟